عليه نتوكل. فريق ترند ادلب اليوم راح يشارككم افتتاح مطعم اللقمه الشاميه هون في مدينه سرمدة. المطعم بيكون امام حمام السوق. طبعا هذا الفرع الثاني، الفرع الاول متواجد في مدينه سلخين. مثل ما احنا شايفين، يعني الشيء اللي بيميز المطعم هي الأناقة الشامية والترتيب الدمشقي الحلو اللي بيعبر عن أصالة أهل الشام. يعني فإدارة المطعم هون حبت تستبدل أرقام الطاولات بأسماء الأحياء الدمشقية، يعني مثل باب مصلى أو الميدان أو الشاهور أو باب توما، كل طاولة وإلى اسم حي من أحياء دمشق. كنت من الشام او بتحب المطبخ الشامي يعني وكنت مارر شي يوم هيك بسرمدة او مدينة سلخين، بننصحك بزيارة مطعم اللقمة الشامية. نحن باسمنا وباسم فريق ترند ادلب بنقول لادارة مطعم اللقمة الشامية الف الف مبروك، وبنتمنى له التوفيق ان شاء الله بعون الله عز وجل.